ينضم إلينا الأستاذ محمد الحارثي، خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات. أستاذ محمد، يعني إذا كنا نتحدث عن عدد من مستجدات عالم التكنولوجيا والأخبار التي رصدناها في هذه الفقرة الإخبارية، فنبدأ بالحديث عن ما حدث في الإصدار التجريبي لتطبيق واتساب. كيف تفسر هذه المشكلة وطرق الخروج منها أو حلها لمن يواجهها؟ في البدايه تحياتي الطيبه لحضرتك والساده المشاهدين. يعني شكرا. في البدايه طبعا واتساب، يعني احنا بقى بنذكر الساده المشاهدين انه احدى التطبيقات المرتبطه بشركه ميتا اللي هي المالكه لفيسبوك وانستجرام. نعم. هي يمكن واتساب ومنصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل المملوكه لشركه ميتا، احنا شفنا الحقيقه بعض الاعطال الحقيقه الفنيه اللي واجهت بعض الاصدارات، واحنا متابعين ان فيسبوك وانستجرام يعني شهد تعطل في بعض الدول يمكن مؤخرا بشكل متكرر. شركه ميتا الحقيقه بتواجه بعض يمكن المشكلات في التحديثات والنسخ المحدثه، يعني يمكن بنتكلم عن النسخه والاصدار الاخير من واتساب اللي هي بدات تتيح يمكن بعض الخصائص للمستخدمين في تغيير. طبعا احنا شفنا ان هم غيروا شويه او اضافوا بعض المتغيرات على تجربه المستخدم وشكل الحقيقه التطبيق نفسه اللي هو بيتسم بيه اللون الاخضر، وده الهويه البصريه الخاصه بالتطبيق. وشفنا ان هم اضافوا بعض التحسينات على يمكن مكالمات الفيديو او الكونفرنس كول او المؤتمرات عن بعد، واضافوا الحقيقه بعض الخصائص في على النظام التشغيل اندرويد بحيث ان هو يبقى مماثل للنسخه اللي موجوده على الاي او اس. ولكن بعض المستخدمين واجهوا بعض المشكلات في تعطل او خروج يمكن اثناء اضافه بعض الوسائط المتعدده او الصور او هو بيرسل بعض الملفات الصوتيه، التطبيق بيخرج الحقيقه تماما بيتعطل وبيضطر ان هو يفتحه من جديد وبتستمر هذه المشكله. نعم. حقيقة يمكن شركة ميتا عن طريق يعني مستخدم واتساب تم التنويه ان تم حل هذه المشكلات والخصائص بشكل جزئي، والحقيقة كان في بعض المستخدمين بيتناول على منصات التواصل الاجتماعي ان هو يرجع لي النسخة الأقدم، ولكن خليني أقول لحضرتك ان ده يعني من الصعب انه يتم في نسخ التشغيل على التطبيقات وعلى المتجر الالكتروني خاص باي او اس اب ستور او بلاي ستور لاسباب، لان هو لما بيتيح نسخه محدثه بيتوقف عن العمل في النسخه التقدمت او قديمه، فبيضطر ان بعض المستخدمين يروحوا يرجعوا الحقيقه للنسخه الافضل مش من المتجر الالكتروني. وطبعا احنا مش بننصح بده، لان التحديثات هدفها ان الشركه مالكه التطبيق بتبدا انها تقفل بعض الثغرات اللي موجوده على التطبيق، فمش المفترض ان انا اعمل داون جريد او يعني اعيد ارجع عن ترقيه التطبيق وارجع للنسخه الاقدم. فبالتالي المفروض الشركه مالكه التطبيق بتحسن من هذه الاعطال وهذه المشاكل اللي بتقابل المستخدمين، وطبعا هي عندها قدره انها ترصد الاعطال الحقيقه المتكرره مع المستخدمين وتبدا ان هي تبدا تحسنها. بس وده غريب برضو، لان حضرتك المفروض هذه الشركات يعني بتخضع الحقيقه لمعايير اختباريه على صحيح مختلف انواع الاجهزه بانواعها بانظمه تشغيل مختلفه، فبالتالي ولكن دي سمه تكنولوجيا المعلومات انها قد انه بيبقى في استعجال شويه لاطلاق نسخ جديده وبيبدا يبان بعض الاعطال او بعض المشاكل مع المستخدمين وقت الاستخدام الفعلي، لانها بتبقى مرتبطه باشياء كثيره، شبكه الانترنت اللي حضرتك متصل بيها، طبيعه الجهاز، حاله الجهاز، نوع طبعا نظام التشغيل وخلافه، وده بيتم رصده ويتم تحسينه وتباعه. طب يعني لماذا يتم اغلاق التطبيق من تلقاء نفسه عند بدء التشغيل لدى بعض المستخدمين؟ الحقيقه ده بنسميه حتى فنيا ان التطبيق بيحصل له كراشنج، او يعني بيخرج عن ما بيقدرش التطبيق انه يضخ الخصائص للمستخدم، فبالتالي بيخرج عن العمل وبنضطر حضرتك زي عشان ابسطها للساده المشاهدين كان احنا بنعمل ريستارت او اعاده تشغيل للتطبيق. ولكن طبعا ده بيبقى مشكله فنيه لما ده طالما تكررت مع كثير من المستخدمين، والحقيقه في بعض التطبيقات او المنصات اللي المستخدمين بيبداوا يعني يكتبوا او بيعلقوا او بيدوا افاده بالمشكلات اللي بتقابلهم، فطالما تكررت ف
فبالتالي هذه المشكله تعتبر عطل فني، فالشركه مالكه التطبيق او مطور التطبيق هو المفروض يحل هذه المشكله، طالما هي مش مشكله في نطاق بسيط، هي مشكله تعتبر عامه لانها تكررت في كثير من المستخدمين وكثير من الدول. طيب نذهب إلى خبر آخر وهو انقطاع تشات جي بي تي عن العمل، كيف ترى هذه المشكلة وكيف أثر ذلك على آلاف المستخدمين؟ خليني أقول لحضرتك إن تشات جي بي تي أول ما بدأ يعني في بدء إطلاقه الحقيقة كان أفكر السادة المشاهدين ببعض الحالات إن كان في ثغرة أمنية، إن بعض يعني الأشخاص قدروا ان هم يرصدوا ثغره في استدعاء بعض التراسلات او بعض الانماط المستخدمين اللي كانت موجوده على حساباتهم على تشات جي بي تي المملوكه طبعا لاوبن اي اي، وطبعا اوبن اي اي الحقيقه اعلنت عن هذه الثغره الامنيه وقالت ان هي تم تصحيحها بالكامل وتم يعني اعاده طرح النسخه وسد كافه الثغرات اللي كانت قابلها المستخدمين او تم الاعلان والافصاح عنها. فبالتالي احنا بنتكلم هنا عن بعض التعطل، يمكن زمن يعتبر طبعا في عرف هذه الشركات وكبرى الشركات هو زمن كبير، يعني احنا بنتكلم في الزمن طبعا في حدود 30 دقيقه، او يعني ده زمن يعتبر بسيط بالنسبه للمستخدمين، ولكن بالنسبه للمتخصصين في تقنيه المعلومات عارفين هذا زمن كبير في هذا الحجم من التطبيق اللي حاليا بيستخدمه اكثر من مليار حقيقه، مليار ونص مستخدم على مستوى العالم. فبالتالي احنا بنتكلم عن ان اوبن اي اي او المطوره لتشات جي بي تي وحجم التعاملات وفقا للاصدار الاخير لتشات جي بي تي بقى الحقيقه لما طوروا وحسنوا من النماذج الحقيقه خصوصا النماذج اللغويه اللي بدا المستخدمين يستخدموا المحادثات الصوتيه بدل من الاعتماد على ان هم يكتبوا تراسلات، فبقوا يستخدموه كانه مساعد افتراضي. فبالتالي حجم الاقبال والتعاملات على الاصدار الاخير حجم كبير جدا، اعتقد حتى الشركه كانت منبهره بحجم هذا الاستخدام. فبالتالي قد من الوارد ان يحصل هنا تعطل فني، طبعا ما اقدرش اوصف التعطل الفني هو عباره عن ايه لان الشركه هي الوحيده اللي تقدر تقول ايه نوع الاعطال، ولكن انا من تحليلي بعتقد ان الاقبال الحقيقه الكبير في النسخه الاخيره اللي زي ما وضحت لحضرتك ان كمان بدا المستخدمين بدل ما بيستخدموا كتابات او نماذج الكتابه على تشات جي بي تي بداوا يلجاوا الى النماذج الصوتيه ويدربوا، لان نماذج اللغه اللي تم تطويرها كمحاكاه للغه البشريه باللغه العربيه وبعض اللغات حتى الاقرب لكثير من الدول، فبدات حقيقه تبهر المستخدمين وبدا يبقى في اقبال وتزايد العدد بشكل كبير جدا، قد يكون ده سبب من الاسباب. طب يعني برايك ما هي الاجراءات التي يمكن ان تتخذها الشركه لتفادي ذلك الانقطاع مره اخرى؟ حقيقة مع إصدار يعني في طبيعة الحال أنا لما الشركات أو كبرى الشركات المالكة للتطبيقات بهذا الحجم، واحنا بنتكلم عن نماذج الذكاء الاصطناعي توليدي أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي، أن يبقى في الحقيقة يعني استباق لحجم التعاملات وتوقع مسبق لحجم التعاملات وطبيعة المستخدم، وطبعا احنا بنتكلم عن تطبيقات ذكاء اصطناعي، فبالتالي يعني أبسط وأسهل الأشياء هو توقع سلوك المستخدم، لانها في البدايه هذه التطبيقات وهذه النماذج تعتمد على رصد سلوك المستخدم وتطويرها بشكل كبير جدا، فبالتالي احنا دايما بنتوقع ان تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي هي المفروض تكون اكثر استقرارا، ولكن خلينا نقول ان في طبيعه الحال هناك منظومه تكنولوجيه متكامله وراء هذه التطبيقات وهذه الانظمه عشان تعمل لها طبيعه يعني طبيعه معقده جدا، فبالتالي قد يكون العطل في داخل احدى النطاقات الخاصه بالمنظومه وليس فقط التطبيق اللي بيستخدمه اللي بيقبل عليه المستخدمين، فبالتالي التعطلات الفنيه في قطاعات تكنولوجيا المعلومات هي بقت وارده نتيجه برضه بعتقد يعني انا هسميها طبعا هو قد يكون المسمى ده مش دقيق ولكن هسميها افتراضا عشان نبسط على الساده المشاهدين، الاستعجال في طرح خصائص جديده بشكل ما للمستخدمين هو ده الحقيقه التعجل ده يمكن بيتسبب او بيسبب بعض الاعطال وفقا طبعا الاقبال اللامتناهي من المستخدمين بطبيعه الاستخدام في تلك الاحوال.
طيب نذهب إلى خبر آخر، وهو ما يتعلق بإضافات متصفح كروم. يعني كيف تهدد هذه الإضافات سلامة وأمان المستخدمين، وكيف تسمح باستغلال ثغرات وسرقة بيانات المستخدمين لمتصفحي جوجل كروم، ولماذا لم تحمي الشركة ذلك أو الأمان الخاص بالمستخدمين من خلال الإطار الجديد للإضافات من هذه الثغرات؟ طب يعني خليني يعني بعض الثغرات اللي يعني مؤخرا تم اكتشافها ل 22/24 يعني اللي هي CVE-74761 مثلا، اللي كانت يعني بتمكن بعض المتطرفين في انه يقدر يستدعي بعض البيانات يعني، وانه يقدر يستخدم بعض البرامج الضاره اللي هي عن طريق محركات البحث. هنا خلينا ابسط الجزئيه دي، ان محركات البحث دوريا وبشكل متسارع جدا بيحصل تحديثات امنيه على خصوصا محركات البحث. محركات البحث احنا دايما بنقول انها من النقطه الاضعف اللي قد يتعرض المستخدم في ان الهاكرز مثلا او المختلطين يقدروا يتحكموا في او يوصلوا عن طريق الجهاز اللي بيستخدمه عن طريق محركات البحث او استدعاء البيانات او الوصول لبعض صلاحيات الاستخدام لبعض التطبيقات وخلافه. فبالتالي احنا بنتكلم هنا عن ان المشكله برضو الاساسيه ان محركات البحث بتبقى فيه مرتبطه، يعني بعض المستخدمين بيبداوا ينزلوا بعض الخصائص. هدي مثال لحضرتك، بعض الخصائص اللي هنسميها بلجنز اللي بتبقى موجوده على محرك البحث اللي بيستخدم وهو بيكتب او بيعمل سيرش وفقا لمحرك البحث بيبدا يصحح الحقيقه اللغه اللي بيكتب بيها. دي احدى الخصائص البسيطه جدا اللي هي من فضل. بعض الخصائص دي او انه يقدر يعمل بحث عكسي عن بعض الصور وخلافه، انه بينزل خاصيه بيتم تحميلها على محرك البحث مش من جوجل كروم نفسه. بيروح لمواقع تانية والبلجنز دي بيتم يحصل لها انستوليشن او بيتم استخدامها او تحميلها عن طريق ربطها بمحرك البحث. فبالتالي بعض كمان المواقع اللي هي فيها يعني بعض التطبيقات الخبيثة وبعض البرامج الضارة بتبدا تتربط بمحرك البحث الخاصة بالمستخدم. فبالتالي هناك نمط استخدام المستخدم الحقيقة بيبقى هو يعني بيضر نفسه في انه يقدر يدخل على مواقع مختلفة او ينزل خصائص يربطها بمحرك البحث، ودي الثغرات اللي الهاكرز الحقيقة بيستخدموها بشكل ما في المستخدمين. فبالتالي تضطر الشركة انها دايما بتقدر يحصل تتبع نوعية من الثغرات والكشف عنها وتحديثها بشكل مستمر. فهذه العملية هتفضل مستمرة اعتقد الى ما لا نهاية، لان طبيعة المستخدم وطبيعة الثغرات موجودة طول الوقت. نعم، أشكرك الأستاذ محمد الحارثي خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات.